مكان يا مكان يا سعد يا إكرام، كان في حديقة كبيرة بيعيش فيها مجموعة كبيرة من الحيوانات، وكان فيها كمان أرنب صغير جميل وذكي جدا. وفي يوم من الأيام كان الأرنب بيلعب في الحديقة وبياكل من حشائش الأرض، بياكل خس وبياكل جزر لحد ما جاله ثعلب المكار وقال له: ازيك يا أرنوب، عامل ايه؟ تيجي نلعب مع بعض النهاردة؟ فقال له: لأ يا ثعلب، أنا مش هلعب معاك لأنك أنت مكار، وكل مرة تفكر في حيلة جديدة عشان تفوز وتفسد اللعب. فقال له الثعلب: لا 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 لا، المرة دي مش هعمل كده خلاص، أوعدك يا أرنوب. فكر الأرنب وقال له: طب إيه رأيك نعمل سباق من هنا لحد بيت الأسد، واللي يوصل الأول يكون هو اللي فاز. قال له الثعلب: ليه لحد بيت الأسد؟ بتيجي نخليه لحد بيتي. قال له الأرنب: يا ثعلب، السباق هيكون لحد بيت الأسد، ومش تحاول تخدعني يا ثعلب يا مكار. فوافق الثعلب وقال له: طب خلي السباق بقى لحد بكرة عشان أكون جاهز. وبالليل راح الثعلب المكار عشان يحفر حفرة كبيرة في الحديقة عشان الأرنب يقع فيها أثناء السباق ويأكله، واختار الحفرة تكون في مكان بعيد عن الأسد عشان محدش يعرف الثعلب المكار ناوي على إيه. وراح لبيته بعد ما خلص علشان ينام. والتاني يوم الصبح راح الأرنب والثعلب للمكان اللي هيتسابقوا فيه، وقال الثعلب: جاهز أيها الأرنب الصغير للسباق مع الثعلب؟ قال له: نعم نعم جاهز يا ثعلب. وبدأ السباق، ولكن الأرنب جه عند الحفرة اللي الثعلب حفرها ونط عليها نطة كبيرة وكمل السباق عادي لحد بيت الأسد. ووصل الأرنب أسرع من الثعلب عشان هو سريع وبيأكل خضروات وطيب وقلبه صافي وسليم عكس الثعلب المكار. وراح حكى كل حاجة للأسد وقال له إن شاف الثعلب بيحفر حفرة بالليل وبيحط عليها أوراق الشجر علشان يدريها. ولما وصل الثعلب لقى الأسد غضبان وحكم عليه بالخروج من الحديقة اللي بتعيش فيها الحيوانات في سلام وأمان، وقال له الأسد: أخرج برا الحديقة، أنا مش عايز يكون بينا أي كذاب أو مكار بيحاول يأكل أي حد من أصدقاء اللي معاك الحديقة. فخرج الثعلب المكار وحيد كل الحيوانات الأرنب الأليف على فطنته وذكائه وحماية نفسه وكل الحيوانات من الثعلب المكار. وتوتا توتا، خلصت القصة والحدوتة، وما تنسوش تعملولي لايك واشتراك في القناة يا حلوين. باي باي.